هاتف نوري الغرياني آمر سرية المدفعية بكتيبة فرسان جنزور. سيد نوري أهلا بك. أهلا وسهلا بك، حييت أخي الفاضل من قناتكم الموقرة. نعم. قناة التناصح الذي دائما عودتنا بهذه المشاهد وعودتنا بالاهتمام إلى ثورة 17 فبراير. بارك الله فيك أخي الفاضل. نعم. أولا أترحم على أرواح الشهداء بركان الغضب، وإن شاء الله عودة أسرانا وشفاء إلى جرحانا بإذن الله في أقرب وقت إن شاء الله. نعم، يعني سيد نوري قمتم اليوم بالدخول إلى مدينة الأصابعة، لو تطلعنا على كامل الخطة من البداية أو بداية العملية. لا شك في هذه المعركة، معركة كانت طاحنة من يوم الأمس، و سقطوا فيها شهداء من شهداء بركان الغضب، وكانوا الشباب يعني متقدمين كما عودونا يعني في السابق، كما عودونا في سرمان وسبراتا وحتى الى تحرير روسيا. يعني كانوا ثوارنا وجيشنا الباسل كانوا يعني تحت خطى ثابته، خطى عسكريه، ولله الحمد اليوم تم يعني الدخول الى منطقه الأصابعة وتحريرها بالكامل وتسليمها الى الداخليه كما عودونا ثوارنا بعد ما نتكمل من او نكتمل من العمليات العسكريه، يتم تسليمها الى 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 الى, إلى وزاره الداخليه. نعم، اشكرك سيد نوري الغرياني امر سريه المدفعيه بكتيبه فرسان جنزور، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.